لكن عايزين نبص مع حضراتكم كمان على الصحف العالمية قالت إيه في المحترف. هنبدأ النهاردة في إنجلترا وصحيفة The Sun الإنجليزية اللي اهتمت باللاعبين الفري، اللاعبين اللي بدون نادي حتى الآن، وكانوا طبعا في يوم من الأيام أي على أسماء كبيرة، حضراتكم هتشوفوها أسماء كبيرة في عالم كرة القدم، لعل أبرزهم زي ما حضراتكم ديفيد ديخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، خوان ماتا لاعب تشيلسي السابق البرازيلي، كوستا لاعب تشيلسي السابق والمنتخب البرازيلي أيضا، بالإضافة لسانشيز، بالإضافة لحاتم بن عرفة وأنور الغازي لاعبي أياكس وأستون فيلا السابقين. دول اللعيبة يمكن أعتقد دلوقتي كمان ديخية أعتقد انضم لفريق أو فريق الشباب السعودي على ما أعتقد في الفترة اللي فاتت، لكن زي ما حضراتكم عارفين كانت الجريدة سلطت الضوء على بعض اللاعبين المميزين طبعا بدون نادي وفري ترانسفير لغاية دلوقتي. كذلك كمان ركزت على ملف هالاند ومانشستر سيتي، الصحيفة كتبت السيتي بيخطط لبيع هالاند بعد مماطلة اللاعب في ملف التجديد. طبعا العديد من التقارير قالت خلال الفترة الأخيرة عن ضم اللاعب ريال مدريد في الصيف المقبل، بالإضافة لكيليان امبابي في محاولة لاستنساخ تجارب ريال مدريد في السابق تحديدا في جذب النجوم ووضعهم في الفريق الأول. طبعا هالاند لم يجدد لغايه دلوقتي مع المان سيتي، وواضح جدا ان ممكن ما يكونش موجود خلال السنه اللي جايه مع المان سيتي. طيب نسيب انجلترا ونروح لاسبانيا، موندو دي بوتريفو الاسبانيه اللي ركزت على تعادل ريال مدريد واتلتيكو مدريد 1-1 في الدوري. مباراه كانت قويه جدا لغايه الدقيقه 92، الريال كان متقدم 1-0 عفوا في الوقت البدل الضائع، في الدقيقة 93 يتعادل أتلتيكو مدريد. تحدثت طبعا الصحيفة عن حالة الغضب الكبير في الشارع المدريدي وأن التعادل أثار المزيد من الشك في فرقة ريال مدريد على يعني على ثقتها أن ريال مدريد قد يكون بطل الليجا هذا الموسم. دي كانت أخبار الصحف العالمية.